وزارة الصحة تولي اهتمام يعني كبير بخدمات الرعاية الصحية الأولية اللي كتسمح لنا بتعزيز الولوج ديال المواطن للخدمات الصحية ديال القرب. هذا المركز اليوم مركز دور الجامع اللي تم يعني إعادة التأهيل ديالو في إطار برنامج ديال رباط مدينة الأنوار كيشتغل طبيعة الحال على مجموعة ديال البرامج الصحية، برنامج ديال الأم والطفل، برنامج ديال التلقيح او التمنيع، برنامج مرتبط ببعض الامراض يعني الغير ساريه كالسرطان، كذلك سرطان عنق الرحم وسرطان الثدي يعني التشخيص ديالو، كذلك الامراض المزمنه كداء السكري وداء ارتفاع الضغط الدموي. بهالمناسبه كاين تتبع ديال المرضى في هاد التجمع السكني اللي هو 25000 نسمه، تتبع حوالي 1000 حالة ديال السكري بالأدوية بالأنسولين اللي هم تياخذوا عندهم سكري المرتبط بالأنسولين. ثم كذلك كاين هناك لأول مرة في مدينة الرباط سيتم اعتماد الطب ديال الأسرة في هذا المركز. هذه التجربة بديناها في الدار البيضاء، اليوم تنوسعوها على مستوى مدينة الرباط. هذه المقاربة ديال طب الأسرة كتسمح لنا بتتبع يعني المواطن، مش المريض، المواطن من يعني الزياده ديالو الى يعني طول الحياه ديالو طول العمر، وكتكون كل طبيب متبع يعني الاسره بكاملها باش يمكن ولن يحدد كل العوامل الوراثيه، ولكن في نفس الوقت يكون واحد الملف طبي خاص بكل اسره، وتيكون جميع يعني هذا المركز فيه التخصصات، انه اضافه الى طب الاسره هناك بعض التخصصات اللي يمكن يحتاجها المريض. كاين هناك تخصص مرتبط بالامراض ديال الاطفال، كاين هناك تخصص ديال امراض الصدر والامراض التنفسيه، لانه هذا المركز فيه كذلك واحد الوحده خاصه بمرض السل، اذا في برنامج الوطني ديال تشخيص ومحاربه داء السل. هناك كذلك جانب مهم في طب الاسره ومتعلق بالصحه النفسيه والعقليه، هذا المركز فيه كذلك وحده وطبيب متخصص في الصحه العقليه والنفسيه. هناك تتبع اكثر من 1000 حاله اللي كيجيو كلهم في اطار نفس هذا المركز اللي هو المستوى الثاني. اذا هذا هو النوع ديال المراكز، وهذه هي المقاربه اليوم الجديده ديال وزاره الصحه من خلال طب الاسره باش يمكن تقدم الخدمات ديال الرعايه الاوليه اللي هي غتهدف الى الوصول ديال بلادنا الى التغطيه الصحيه الشامله كهدف أسماء إن شاء الله. إعادة تأهيل المراكز الصحية بالرباط كيدخل في إطار الشراكة اللي تم الإمضاء ديالها بحضور سيدنا الله ينصرو الرباط مدينة الأنوار. هذا التأهيل الهدف الأساسي ديالو هو تعزيز العرض الصحي بمدينة الرباط، الرفع من جودة الخدمات، بالإضافة وخصوصا تحديد مسار المريض وإعطاء الأهمية الكبرى للعلاجات الأساسية الأولية ذات طبع القرب اللي غادي تمكننا من بلوغ الهدف الأساسي اللي هو تمكين جميع فئات المواطنين من الولوج للخدمات الصحية. دابا انا خدامه من 95، انا دابا 28 عام وانا هنايا. تغير بزاف، ماشي بحال الاول. دابا الحمد لله كلشي مزيان، الاطباء مزيانين، كلشي مزيان. دابا الحمد لله مزيان، دابا تنقى وتعاود ولا مزيان الحمد لله. في الاول كان مكرفس وما كانش كتعرف فين كاين بلاص ديال الاستقبال، ما كتعرفش فين كاين بلاص ديال الاطباء، كل طبيب فين كاين. لا دابا الحمد لله كلشي باين، كلشي مزيان، تنقى، حنا الحمد لله فرحانين به ولا زوين الحمد لله. كنتي كتجي لهذا المركز قبل؟ كنجي دائما هنا، كندوز هنايا ندوز لولادي وكبروا شي كبروا، ودابا دابا عاد ولا احسن من الاول الحمد لله. الله هو اللي كيساعدوا الاطباء تصوموا معنا بخير وكيساعدوا معنا، وخصوص هذه تيدوز عندها دار وحده اخرى، والله وهذه تيدوز عندها زعما كيساعدوا معنا خويا. تبارك الله عليهم. الله يعاونهم. شكرا على
الاعتذار حتى هو ولا فهم الغزال والاتساع اللهم عليك الحمد لله. شكرا على الشهاده.